دينته كبح يا بولي الشافعي. أحمد بن حنبل وكله حولي وحوي نكاس وفاسق بولي معناها وقف دمبي دمبي كل عيو دمبي ليمي شيخ كله حولي وقف كريم جلس هو مخدي وانين دمبابي مذ وفاسق بولي مذ حولي وكافر خارج المخرج من الملة مذ حولي ودون الكفر كفر بقصص كيا مركب مسألة مسألة داس وحوي وحكم كهذا وهلك المدوي وقف الصلاة دكتري إن صلاة تكن إن حكم كيس وامح قالوا والبنا حديث بيسود ليش نسا قالوا حيسود ليش نسا حديث كه إن مقرن ساي الصلاة أما حرير كود حيا بين العبد وربي أسرع إن وقار كلو حيسود ليش نسا من ترك الصلاة فقد كفر حديث كه ببرير ورني من ترك الصلاة فقد كفر كواس روح اللي قف الصلاة دكتك هو قالوا لي حديث كاسي يقول سود ليشنين كون كلا إن حير كود حياة شاشة قرع حير كود حياة إلهي يا أدون كيسة وحوي وصلاة فإن أم وحير هذو كتك أنا قف كاس وحنا قرية قف دمبابي مركا قلوا والبا وحي سود ليشنين حديث بي كان سنة حديث كان سنة سنة حديث كي وطان هو حديث صحيح قاروح وطان حديث حسن وطان والدرجة الحديث كذا كلاس الرئيسة مدوى حسن مدوى حسن الغيري مدوى حوية مقرصة صحيح ويان مدوى حوية مدوى البور نوع مركات درجوين كوا حديثة مركات واحد اللي يجي يا شيخ هني محدد ليش نية آية القرآن ما هيستا وآية اللي مقرصة قفك صلاة دخلت جوا قال آية اللي مقرصة هاي ما هي إن آية مقرصة هاي أبناني صلي وإن كنتم على سفر أو جاء أحدكم إمك الصوم كوكا مركا لغالي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سوء إلهي ملا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام معناها كتب وجوب بوشيغي معناها وحوية وحل يدكو واجبي ومقرسة واجب لغالي صومكي صومك هو واجب سمع سنما معناها قفك مقرسة هاي صومك كتك وحوية واجب كتك salaad iyo soonka kaba adag salaadaas yaadag shaba aayadaha qaar waxay sheegayaan salaada lafteeda mararka qaar waxa halka sayidoo laga soo horaysiyay iyadoo laga soo horaysiyay sadaqada sida magaraas ay suuratu qiyaama ku jirto kala bal shashada garaamay maqlasan warniyo laba maqlay baa leeyahay warniyo khadkaaga xun aaw mooji qof bay soo garaacay kala bal tuhibuna wa tadaruna al-akhirah وجوه يومئذ نادرة إلى ربها نادرة ووجوه يومئذ باسرة تدن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا قيل مرة وذن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ونبدأ كنا سوق بسنة ونبدأ كنا سوق بسنة ونبدأ كنا سوق بسنة سوق بسنة وين ولا الرأى الله وقبرنا الرأى الله سوري وكوحمي وين مركب هو إيه فلا صدق ايغو خيلا و خولاي فلا صدق صدقه مو بحسن جيران قفكن ولا صلى منو توكن جيرين صدقتي صلاتي كيبا هوري هداي كو فيرسو هداو فيرسو فلا صدق صدقه مو بحسن جيرين ولا صلى منو توكن جيرين الى ايسا سولاي فلا صدق ولا صلى وحل سو هريسي صدقتي ماركا ايدن ماركا هلكا لا جوغو waxa magaran sahay ahmiyad leh oo magaran sahay aad loo dhiri gelinayo dadka lagu dhiri gelinaya inay sadaqada bixiyaan marka kolba magaran sahay macnaha meesha ugu jirta ay dadba eegaysa marka sadaqada magar laakiin sadaqada iyo salaada kaba horaysa mar walba day salaada horaysa laakiin waa khaas ayadu marka qaar waxa jirta nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga ku saleya ninkii muxuu ahaa نبي صلى الله عليه وسلم مرة بدن بوح اللويدي أي خير خير الأعمال معناها مقران ساي عمل كيو خير بدن مرة بدن بلويدي نبي صلى الله عليه وسلم حوري خير الأعمال وين قل خير الأعمال مداومها من نبي صلى الله عليه وسلم حوري خير الأعمال مداومها معناها وحا خيرك ومقران ساي وحا خير بدن وحا والبالة سمايو عمال لذي لتشوكتيو وين قال لها بير عدان خير الأعمال من حديث عائشة رضي الله عنها حديثك وحا ورنسة عائشة مركا حديث شيكيسو داسك مركا حديثو شيكيسو حديثك
أصحابي جورني ولا شكتا هذا الحديث كوكب لا بيني حدثنا وأنا مقرص عيد هل كان سوق لني روح يعني صوف ولا واحد ترى وي هذا الحديث كحدثنا حدثنا حدثنا وسلسلة الرجاشة ورني سا نر أورن هذا الشيء حدثنا عمش حدثنا يونس حدثنا يعقوب حدثنا يحيى عن عائشة رضي الله عنها قالت وحيتري خير الأعمال مداومها وإن قل من حديث عائشة ورنيس حديثك هل قصة حديثك بقى كان لكن حديث أنا عنده ورنيس أنا لقرينها تاسكا شاكتمك حتى أنا ما كسكير هذا إين إمكو كلا هذا حديث وحد شرح حديث كاب مقرس حديث كوفي ولا يهاي وحد كتاب بحد شرح الله يرحمه تيسير مستل الحديث حديث كون توكر قيب سمو وحد شرح ميد مقرس أحدا مرسل باكرة متواتر باكرة مقرس سلسلة الروايات عن ميد لجور نيكرة عن أبوريرة توكلا حديث باكرة حديث موضوع باكرة حديث كموضوع وحديث كلا سما يستوي إما كهذان يرحمه كلا من أكل قف كعنا من أكل قف كعنا ثوما نك طن عنا دخل الجنة جنة الجري محدث بوا حاس وميا وهو حال مك السماء استوى عربي ومعناها عربي ده نقارنا وان ويدكدر سبي أما هذا هذا نو مقرصة نو حاجة بعد اليوم هذا نسكر هذا إن أنا بهريت وحلا جوري قال وحوري قال رسول لماذا قال بدنا مركل هذا أنا بهريت رضي الله ما أنا عائشة رضي الله عنها قالت وحيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وحوري خير الأعمال عمل الله ذو حوان وناكسن مداومها كل توكتي وإن قال هوا يراني مركا وحا ترى مقران ساي حديثك دريقة وكسور وري سلسلة الرجاش مركا عن كسور نقولنا مركا وحاسو شرح وحي نقلي المقران ساي وقال لي إنا سي قال لون دي بدوين ويان موكتي وكبح مين عاودا هندي هلقا سي قال لون حديثة إيو تيسير مزدل حديثك إيو رواية حديثك إيو أرماها سيو marka waxaan idii sheegay qofku waxa dooda waxaan ku keenay qofku day qofku jecel yahay qiil uma waayo diinta qiil looma waayo culimada waaweynba waxay isku haystaan xukumu taaruku salaadka magalba oo ma diinta umiyo ka baxay ma qof faasiq oo magraasa fasqi leeymidba oo macnaha faasiqa ilaahay subhanahu wa ta'ala in badan bu faasiqa ka waro wayn jaa kun faasiqun وإن جاءكم فاسق بالنبأين فتبينوا للهلي قراؤينك كلا قراؤينك البدين وإلا مقراس هاي قراؤينك وإلا طبعا قراءتنا مركا فتبينوا مركا قراءوا حلو آخرية فتصبتوا وكالي ولبا قراءة سوحوي وقراءة دورية قراءة دوري وفتصبتوا وكالي مركا إن جاءكم فاسق بالنبأين فتبينوا معناها هذو قف فاسق دي ورو إذن ليه ما هذو ورقة إسكاهو بيه ورقة إسكاهو نبال يقول لي إلهي مركا لو حول لي وإن ضعيفتان من المؤمنين اقتتلوا هذي الله بكو حوض إسلامك كمي ذا إسلايان اقتتلوا فاصلحوا بينهما نحلو ذا إسلاحي وناك نحلق معناها إشيسية وإن ضعيفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بقت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبقي حتى تفعل أمر الله تي مركا مقرانسا ديدة مقرانسا نبضة لدقاء لما تحاس دمانتين دمانتين تال لدقاء لما تقاء ويركو قادة مركا إنوي معناها وحاسو شرح وحي نقلي قفكي مدبا وحا مركي دويدان رينيو لقان حان هداد خير قبردة كقبتو حيث بارتو يسكتين حديد معناه وهم حديد كلمة حديد هل كان لقاك يعني أما هو حلو يق أنا سيري بعربي حلو هذا وحلو يق أنا سيري بحلو يق أنا سيري وحديثك وأنا قلت ذاك هذا ليد وما وأنا تاريخ هذا دوم الكهرباء بقول جيلا بقول فرس بندقي وحي ربنا بلقى بحين شري حوالا بدن بعد دوم الكهرباء بحين شري دوم الكهرباء دائما ما أنا إسكت تاك تاك يعني أنت لسك جورسدو ولي ما قواردي لورنا يحولا كيعني إن هذا قد يقولي بمهر كيو حاس حوله كينو دو حلقة وحنا عاص مهر كلا قام هنا يو إيمان أنت ديم كتير دو حاس بريجور ميتشل كتير لكن كنا عاص أدو وقت كبريجور تو مركا نحن بقول فرسي نحن جيل لهين ب لموش يكسين كتير منو جورسين كتير منو معناها تو مركا لمو جورسين كتير بريجاس لكن يوم كا قدر والبط ديم دا بينو شيء جيا مهر كي كسي أما هنا يا معناها جور لك أما هنا يقف
قف ده جيبي سبال لي إيب سنة يلا سك ما قرنس وأنا قلنا حن حنا بدن بعشرة مرة بينا كسي هذلون إندي بلوجر مرة كوي حوية حتى مرة كوني كوا حاس حلاب بحيو بدل أنا دمر كونا ده واحد لهاين رانديس أما واحد لهاين واحد لهاين بلي دي ما قرنس هاين دم بلي لهاين وقبل ده يديد يو أهل كده يشرفت يو كرام هذا يو قبل ده أخلاق يو مرة كوا حا لو نشري قبل ده دول لو سهمين شري جوركو قبل ده أنت حوالي بدن لقى بحيح حماتنا وحد دلون شري بني بابا بدمر مر كوني كفر أيه قبل ده أدو فريتان كوا أدو واتك مر بابا واحد عادي نبأ يري قبل ده قبل دي سوهم فريا مر كترى قبل ده وفريا وين الدور يتوان ريسن أما الدور يتوان مقران ساي حجو أما الدور يتوان أرينا ده أدو فريسو وين أتكنتا وان فريا وقرا وقلالان لغا ييلمن يو وان دي وان فهمي وايه يو نيو اما دقيستو وحاس وح ماها ريزن ماه وح ريزن بولا ماه معناه وح لوتشيكا او لغا قادن كرماه نيم با مركا يلي قبادا يدو وان فريا مركا وحا لغود محا كو فريسا قوضا بادا كو فريسا نوشيك ما داود قبادا فريسا يلان قبادا هدي لا فراد دي وحوي قبادا فريفا دومي يالو ننكي فرينا فالكيس كون نقاي ويرا ادكتي فريتان كو دي معناها عيبوها موقت قبل الفرد دي معناها عيبا يدي سومالي ساسي ويركتي مركا ننكاسي مرابينا ديسي قلي ما دام ربادان وحكو فري ادوات كايانو انام ديسي قلي مرابو ورن دانشار بينو قنسا ارتوهل كاين تانا كبحين وحان دي شيقيا شيكا من العجايب وحي كتبتا شيكا داسي تشينيس ويل ريكورك جوجل هذا أي كتير تاع نبى مركا إن نيوس أفريقيا نبوها نكاسي نكاس أفريقيا كي مركا واحد عادي إن وحوم مقران ساي إن أبي نيوس أفريقيا روها يو عدد كنا دو حوي أفريقيا ده دد عداني ملقو ويلين مركا نكوفها نن إن عدانوها وعدوها هو يدين عدان بهيد مركا نكا عدان كيس أفريقيا كا نندل يرابوها aya gabadh buu guursaday meel hay'ad uu ka shaqeyn jiray ka shaqeysa xuquuqda binaadanka iyo xas gabadh buu markaa guursaday oo gabadh cadaan ahayd kadib waxa dhacday gabadh markii uu guursaday ayaa sida caadada ahayd maadaama uu shaqo safar iyo waxa ku jiray gabadhii uu guursaa shaqada uu fiirsaday shaqadan waa shaqo khatar weyn moqt arintaas aan ku soo hal qabsanaya arinta labada arin isku xiran yara fahma marka gabadh buu guursaday aan ku jiray gabadhna gabadh cadaan ahayd suuna cadaan ah gabadhii markuu guursaday ayaa gabadhii uur bay u qaaday gabadhii markii uur ay u qaaday ayaa uu deesida caadada ahayd ninkii hadda safar buu wax ku maqnaa gabadhii buu ku yiri walaaladeed gabadhii walaaladeed buu ku yiri warniyo de walaashay de wala madan wala shin de uur leedahay oo de magaraas fool ay tahay de dhaqtarka u raaco la joogo oo wax qofkan i dooriso qoray dhaqtarka de la joogo walaashin ka warhay oo de magaraas ay ilmahan de aniga de magaraas ay isoo socsiy inantu markaas saddexna bay walaalahaayeen gabadhii dhaqtarkii baa ligeyay waxa la galiyay meeshii de magaraas ay lagu gabadhii lagu mulniyay kadibna gabadhii baa de waqtigeedu soo dhawaaday markii laga umuliyay ayaa gabadhii gabadh cad bay ahayd soo mahaydo ninka deega qabeyna nacad buu ahaa nin cad oo magaraas cadaan ayuu ahaa gabadhii markaa maxaa laga rabaa de uu aqligu wuxuu sheegayaa waa inay dhashaa de gabadh wiil cad waa inay dhashaa soo ma imika laba qof oo cad cad haday is qabaan maxay iska dhalayaan wiilka ama wiil ama gabadh labada mid ugu mid ku doonahaado waxa iska dhaleeyaa soo ma qof cad soo ma gabadh halkii laga sugeeyay inay wiil cad dhasho ayaa waxay dhashay wiil halkaa weeg mees suraalkaas weegi suraalkaas halkaa weeg wiil halkaa weeg magaraas madawga suraalkaaga ma kasan wiil halkaa weeg oo madaw madaw inna lillahi madawga aad yaabiso oo gudcor ayay dhashay gabadhii akhtarkii markuu saa ugu soo saaray ilmihi ilmihi saa loo eegay ayaa gabadhu deeyado waxa weeye oo iska way dawaxsanaydo iyadu ma arkay ilmaha iyo waxa laga soo jeeday inamada ay la wala wala saddexdeena walaalaha ayna meesha joogay dhaqtarka
ayaa ilmihii arkay madawgii ilmaha halka uu eeg wallahi billahi halka suu eegi waa madaw gudcura xataa indhihii saacad ma arkay nimanka ma arkay ilmihii saa u arkay subhanallah subhan way boodeen gabigooda subhanallah bay dhahdeen inna lillahi wariyareen ruuxi walaashin waxay dhashay ninkuna soo kii cadaayadan way cadday markiiba waxay isku burugaraamiyeen dawlaashin google dhaaf ay samaysay ilmahanna dee ninkani ma dhalin ninkina hadduu dee soo noqdo uu ogaado ceeb bayn arliga uga baxaynaa marka maxay samaynaa bay dhahdeen gabadha dhaktarka markay ka saarno gabadhii bay dhaktarka ka saareen ilmihiina iyaga u qaaday gurigii bay tageen markaa markii gurigii ay tageen ayay yidhaahdeen ilmahan hadduu dee ninkii ma garansaayo soo noqdo uu arko inaguna wala ceeboobeyna walaasheedna way ceeboobeysaa dee meel walba waxa lee walaashooda dee nin kaloo madowaa ka dhalay baa laleeyay afrikaana oo dee soo afrikaana ka dhalay baa laleeyay markaa maxay samaynaa bay dhahdeen nimanku waxay isku waafaqeen ilmihii yaraa madowaa saa u ekaa inay dileen ilmihii yaraa bay suuli ku rideen way dileen walaashood baa iyaduna markii dambe soo dee magaransaa caadi miirkeeda usoo noqday oo soo kacday ilmahaygi meeye bay tiray oo waxay ku dhahdeen nu ilmahaagu markii aad dhashayba bakhti buu ahaayo dee ilmaha dhashay bakhti buu ahaayo waxa weeye waan soo aasnay walaalo dee ilaahay samari iman ha kaa siiyo waxay aad bay weyday waxay tiray inay tustaan bay ahayd ilmaha magaransaa inuu dhintay waxay ku dhahdeen markii lagaa soo saaray dhakhtarka madaxa wax noqday kadibna ma markii dee dambe aad waadigii dee waad suursanido dee waxaad ku jirtay waad miirkaaga u miir doorsantoo ilmihii aad ugu xunoqday bay yidhaahdeen meyd buu hayoon soo aasnay walaalo saas ku dhintay ninkii baa markaa soo noqday hadda sheekada u fiirsada sheekada la socda sheekadana sheekay ku xirantay la socda si wanaagsan la socda waa soomantiina isku dheeray maayo marka waxa weeye ninkii ninkii shaqa ku maqayay soomaa ninkii dee xaaska gabadhu uurka u lahayd ee caddaanka ninkii baa soo noqday wuxuu ku yidhi war niyo bal gabadhii walaashin ka warrama oo dee ilmihii ka warrama waxay ku dhahdeen niyo war baan ku siinaynaa dhegasho ilmahaagii dhakhtarka markii aan geynay ee gabadha laga umiliyey ilmahaagii niyo dee isagoo dhakada qoomay oo dhakada maskaxda wax noqotayba ayaa laga soo saaray markaa walaalow ilmahaagu meyd baabuu ahaa dee waan aasnay oo kuu saqiiray u saqiiray oo dee uu saas ku dhintay dee magaraansaay markaa gorsaf magaraansa bsaf bay ku rahdeen macnaha iska dee bhabi bay ku rahdeen insha allah mid kale dhali doontaa ninkii markaa wuxuu ihi ilmahayga uu meyd buu ahaa aada buu u ooyey moogta uu ooyey isagu ma oga markaa ilmihii la dilay laakiin dee maadaama waalid ahaa oo ilmihiisi koobaada u ahaa wuxuu salaa curadkaaga koobaad aada aragtid buu salaa dee waxaagii waxa dashay moogta aada buu u ooyey moogta qofuna dee ilmahiisa koobaad uu ku farxaa suma curadiisa markaa muxuu ahaa bay ku risuuli inan buu ahaa weliba wiil buu ahaa bay dhahdeen ninkii haddana gabadhii baa uur labaad qaaday gabadhii markii uur labaad qaaday ayaa haddana ninkii waxa soo galay safar hadda ilaahay baa meesha wax ka wada dhegeysta ninkii haddana waxa soo galay safar kale safar kaleo meel kale magaalo kale oo britoria la dhahdo loo direeyey ayaa soo galay qoladii shaqada wuxuu ku yidhi niu dhegeysta aniga mar hore ilmaa iga saqiiray oo isagoo miida laga soo saaray gabadhaydiina magaraansaahay waxa weeye muruga iyo annagii oo nagu dhacday markan maadaama gabadhaydu uuraysatay niyow waxaan rabaa inaan anigu dhakhtarka joogo ilmahayga aan gacantaanu ku qabsado oo dee aan ka warhayo hadduu dhintay hadduu nooliyeyba inaan ilmahaygii aan ka warhayo ayaan rabaa buu yihi oon dee ilmahaygii on the naked with the naked eye indhaha saa u saaro markaa uu dhalanayo xaaladdu ku dhalanayo waa inaan ka warhaya buu yihi marka wuxuu shaqaday fasaxa waxaa lagu yihi niyo ma shaqaysanaysaa mise waan ku erinaa oo dee waa magaraansaay waa lagu faayirgaraynaya or de wuxuu yihi niyo waa iska tegaya ha anigu shaqa mar rabe buu yihi ilmahayga anaga iddana ilmahaygaan jecel buu yihi nin isaguna uba jecel buu ahaa markaa ninkan markaa waa qisada marka dambe ogaan doontaane ninkan caddaankaana hooyadii baa waxay ku tiri ninkan markaa magaraansa caddaankaa asalkiisa ayaa markaa waa ogaan doontaa wuxuu asalkiisu ninkan ahaa iyo beenta hooyadii u sheegtay wixii o dhan baan ka hadlaya markaa adigu hadal waxba yaan idinku daalinin aan soo gaagaabiye soo kokoobay waayo storin tellingska marka dadka sheeke u sheegayso waa inaad you have to keep it short until the point waa inaad wixii soo koobto soo ururiso markaa sheekada mucjisada soo socotaan idiin sheegay dhegeysta adigu
قبلني وأوري ستي مركي لبعض نختار كي ما دام الشقدين اللي جيري نسينا وشقدي كتجي الميسا عرضنا وربينا وأركو سقي بقى من جلسة نختار كي يري ولا شيء قبلني يصير أنا قراعية نمانكي المها ورد لي وإن سيدي دي سد حضني نهارا وهاي لهذين نختار كذا هذا قبلني لقلي إن سكوري ها أنا لقلي مركان نمك عصو أدبوش كسين وحسلين ورني هادي بلا ولاشين لأن كي هرنا ويدك يدلو ويدك وجاي بلا هذا لما تكلا دوي على رشا يقو علبة وايسا وحنا وحيد أمسين وح مر هدي ده أنا لبدي قف من نوا يكين والمهم مدوية هيدي وهل كم مدوية هاي تمي سبع ومدوية سان كنت هاللاقي هاي إندو هاري بلو هاي دو قف أفريقيا رود جرانسا معناها أصل هان قف أفريقيا كي قف على سماء كسمو قف البيلة هاي بعد سوا وريموك ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بله اللي مركا إنوي عن شكل صوكوبي واحد على مركا مركا قبل ديورك الحي صدح ذي إنن أورا لها عين من كذي وهم سقف إم سقف ما ماشي شو مركا معنا سمار واحد ترى ذا هدي فولي تمادو هدي فولي تمادو جذو قرصومي هدي معناها مركا جذو قرصومي يعني ده قبل دي فولي هذي تمادو عورايو قبل دعينك وحس الله يا قدر مركا مركا شكله ذلك ما تجنا إم سقف ما مركا شو جا وانكي قريب قبل صدق ذيني ولا لها هين يده يجده وام سقف يجده يده ومليس انتي ما نختار كيف تجين الرشاشة قراء عني وخدك عني وعاوي قعوا لسمو شو حاجة قراء انتي ما نختار كيف مركا وحيكور سوقيا يعني المها كلام ده عندنا سوقي نمكي كل بويسي يجي نحل لي وريعة هبلا نيو كيو هرنا ويدك وجا المي مدوبة نكنا واقف سفر خو مغرا وين نجي نقول دللي وين نجي نك كنا رينيو المها مغرا ساعي إن المه سوق ميدو صورة شيء ما أنت رد إن نجي بمشي تشوينا ولا شيء نيو ولا شيء نقبر في عمل كل ما هو تي مغرا ساعي كل واحد بيسوى حن بعنا ساو كنا وحلقة يا ونك لو مدو وينو كده شيء وينو كده لا بعلقة يا ما مركب حين سمعنا صدق ذين قبره ولا لا هاين إيوه إن ينن كذي أي قبره وحليدي سالا دي دمشي أي لقيده لني سالا دمشي لسالا أي قبره أي اللوغو يا رجل اختركوا حلي كاره دي جودها سوكا صدق ذي يا هالكي أفرتني بقول سوكا لين قبره دي بدعتي إربد دوا لقوم ذي محل نشري رديد كله يقنا هذا هو سومالي وحنو رديد بيكونوا قنسا إربد رديد كي معناها للمدى شو دوي سد يدمر كل قوم دمر كاير لربا إن ده سفاس تيا ودلا تبى لقوم ذي مركي المو يرى وصو صو صو بحي كأودا شيء أيا المي هالكاس سروال كاس مدو إن لله وإن إلي إن من العجب ما يضحكك عجائب تو حكم ذا وحكا قصرية المهي هراء والله يقبل الله وصمره شيكات أصوات شيكات نعضيوه المهي هراء هذا هو المهي هراء متكمدوا إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي عيب ما أسطر إلهي عيبت هذا عيبت لي إلهي أسطر هذا المقشوع عيب ما أسطرنا المهي هراء متكمدوا وقميدة أسود معها معناها درجة أسود ودافي كي هراء عدان النقرين واتماع ذاك وسن كنت هالليجي وندواوي ونوع كلا أي دلق صوصيس نينكي ماركو صاور دشيل مي بيسا شو لبودي فرحدي صدح ذي نيني ولا لها ينا قبرنا ماركي صاور دشوي كذن كي بوبين وياعين صدح ذي وياعين المي صاصو نختر كي با ودي بتوح كورو أركاليا كاليا حالا يا عيسان بكوري أقول هذين شكل أمريكا مغلوان قيرونا يا رنتي معناها إن أحوري نيو وان قيرونا يا بوري أحوري المهن مذوقة ميالية بنتين سيدة هذين نيو وقرتها هابي هذين نيو المهن مذوقة من ليا بنا أحوري أنا قول أصل كيغا معناها originally where I originally from
أصل هان ماشى أتكتمي يعدد كو فرع عاجي أصل كاجا قف كو فرع يسي أصل كيس ماشى وكيمي وحول أنا كمر كروح عن كوارير سنابوري فرع عاجي ماشى كيمي أشلو عدو لكن وحولين كو حل يا بنتي المهير مذوي دسي وحول وحن أجادي بورعه وحن سو أجادي بورعه إن originally from South Africa هاي نين مذو أو South Africa إيران هاي أيان عاوي سو جادي تاسع فرحدي أه المهنة بقول كيو بقولاني قاعد بلاي سببنا وردي شجعي دقي سبول أنا يقول هو يدي وحي قطري بول نين كعدان كابا كده لاي لكن عاوي حنو جادي بول نين كعدان كإيران يدلين أو بنت هاي أو نين كعدان كأبا هاي نو هنين مذو xoolahan ninka cadaanka u haysta oo ku raaxaysanayna ee hooyaday ugu de ku gursadeena aabahay lahaa hooyadayna ay khiyaanti buur waana sax hooyadii magaras ay hooyadii aabihiisii dhaliyay aabihiisii dhalay isaga South Africanka waay ninka hooyadii buu raacay asalkiisu laakiin aabihii baa dhalay oo de waxa ku jira marka jeeriski magaran saay ee farci baa ku jira Afrikaanimada oo waxa ogtiin de baydo jiga marka la dhiganayo een هويد وحشود ديسا 23 بيسود ديسا صدق حتى طبعاً أنك بيسود ديسا أبوه هنا صدق حتى طبعاً بيسود وحشود ده يبان كذا مقرن صدق حلاة شنو 23 بلاس 23 وامسا وامسا سقرا 23 بلاس 23 وامسا سقرا ده وين لا سعطان ده شكله ولا سعطان شين اسمه كان لي معناها والله شكله هذا لا سعطان ده معناها قد مالك راس حورتي مين وما مالو والله ضد كل السومي ما فلي أنا قد صوم وأنا وحني ما قرأت وأنا شو تقول سعد صح وامس وأنا ده صعدت دي وأنا ده شيء قريش شو كذا ده كور ده ماشى المرة يو أحمر مرة دي لحد أنا سكح قوقلة دي إن رتب هذا ما هي موجت ونصومنا هاي إن رتب هذا يالوس قريم راو 23 كروموسومس أو مقرن ساي هو يد صوت ديسو يو 23 وصوت ده يا أبو marka hal su'aal aad karaba marka in ay la socotaan iyo kala saan ku ogaado aan unugyada abuu soo daayay maxaa la yiraahdaa unugyada abuu soo daayay maxaa la yiraahdaa ilaa iskuul uu soo dhigateen unugyada hooyada soo diisay maxaa la yiraahdaa labada ay soo qora hooyada maxay soo diisa abuu maxuu soo daayay ay soo qora ega si way way ega si way baa la soo qoriya mar ega si way ay iska oranay niyo dadkiina ma weelin torto wax ma dhigan miya labadooda meega si waaba midan ku sheegay mid waayaga sagas mar dambe laakiin idin ma saxay wallahi mar dambe kuma saxayo laakiin marka hal challenge baan ku siinay eg mid wuxuu soo daayay eega sagas midna eega sway soma eega sagas si eega sway buu soo daayay soma waxa weey marka 23 plus 23 46 waa soo qorteen inta waa ka adagtay waan ogeyn marka waa 46 biologically halki waxaan galeynaa cilmiga dhaqtarnimada galeynaa waxaan ka soo maahanayna waa 23 plus 23 equal 46 46 chromosomes waana eegas waa eegas eegas way la soo geeyay marka eegas ta iyo wayda is qabsanaysa waayo magaran saay waxa isku midki waxay sameeyaan magaran saay waxa magaran saay minus iyo plus ku waxay sameeyaan waxaan ribal sameey sameen jireen oo way kala yaaci jireen waxana contraction way isku dhigi jireen marka eegas iyo waydaas isku dhigaysa 47 46 kaas marka aan qoray midba wax soo qoray 47 mar marka qaar waa run mar bu 47 noqdaa laakiin 47 ku wax weeye hadii imika aabahay hooyadu qofka iska dhalan uu noqdo 47 qofkaas wuxuu noqonayaa wax la yiraahdo Down syndrome waxa weeye somada dhakadu waa weyn tahay dhakadu dhakan weyn la oo dhaga yar yar leh dhaguntaas leeleey intaas intaas ay dhigto laalagtay intaas somada dhaga yar yar inta leeg oo madax weyn oo dhaga yar yar leh somada dhumi syndrome baa loo yaqaan waa special for needs baa loo yaqaan special for needs waa dad wax ka sii yihiin oo dhareerku ka daayo marka hadii 47 hadii 46 ka u dhaafo qofku noocaas u noqonayo Down syndrome, okay. Ama Down syndrome, walaas kuma duwin. Just same way. Aduu soo gaabisay sax. Way. Aduu weyn weey marka. Waa inta wax la garanay. Marka ninkaas jeeniska iyo macnaha weyn ka hadli doona jeeniska iyo DNA-da weyn u gali doona. Way, ma hal su'aalaha dewan ka faa'iideysanaya macnaha su'aalaha maxaa ku dhex jira barnaamijka. Horta. bal inay la socotaan baan eegayaa dadka ay daawanayaan dad biology soo dhigtay dugsi sare ka soo baxay macnaha dad ee saaqidina oo de iskuulkiis
دحي كسو ساقدي دغسغي سره كسو ساقدي او ده تيك توك ونسكي من مره بانو مره واخا اي دونت لايك دك نوعا سانو ما جعلي.